هدف التضح ما هو الهدف عبد الله ابن الزبير ثار ضد الدوله الامويه وحرر في منظوره مكة المكرمة، وقتل في سبيل ذلك، قتل، ولكن ما هو الهدف؟ في اللحظات الأخيرة حينما حوصر عبد الله بن الزبير أحاط به الجيش الأموي وأخذ يرمي الكعبة بالمنجنيق وفقد عبد الله الأمل بالنجاة بعد ضاقت عليه الحلقة، ما كان عنده أمل في النجاة جاء إلى أمه كما يذكر المؤرخون، وقال لها يا أماه ماذا أفعل؟ الحلقة ضاقت، فقالت له أمه: إن كنت عملت لله فلا تخف حتى إذا أخذوك وقتلوك وذبحوك لا يهم وإن كنت عملت للدنيا فبئس ما عملت ثورة كاملة قتلى تضحيات ولكن الهدف الدنيا وعجيب حقيقة عبد الله بن الزبير، الآن لا تجدون له أثرًا في التاريخ. العمل الذي لا يرتبط بالله سبحانه وتعالى، هذا العمل محكوم بالفناء. ماكو واحد يتبنى ثورة عبد الله بن الزبير. لا يحتفى به في أية بقعة من بقاع الأرض فيما نعلم، لا ترفع له راية، الهدف الدنيا وتارة الهدف يكون الاخره، ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها، ولكن الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ارجو ان تدققوا في هذه الكلمه، لم يكن هدفه الدنيا وكان هدفه فوق الاخره، الاخره مهمه يريدها سيد الشهداء، يحبها سيد الشهداء، ولكن هدفه اعلى من الاخره. ما هو الهدف الذي هو أعلى من الآخرة وجنانها وقصورها؟ الهدف الأعلى هو الله. نهضة الإمام الحسين مرتبطة بالله سبحانه وتعالى. في زيارة الأربعين نقرأ وبذل مهجته فيك يعني في الله سبحانه وتعالى في تأتي بمعنى اللام يعني لأجل الله سبحانه وتعالى